في إلها عشا ما بيطيقوا عنها فرا، لو قام العاشق عنها بيرجع يركبها المشتاق. هن ذاتن دي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي، ولا واحد منهم بيفل أعزائي المشاهدين، بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، ومين في غير الست صوفيا ضيفتنا المميزة بدها تخبرنا عن الموضة الدارجة لهالأيام. ست صوفيا بداية أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا. سانكيو سانكيو. وياريت تخبرينا شو هي آخر صيحات الموضة. هلا ما في صيحات، يعني في صيحة واحدة اللي دارج أكثر شيء أكثر شيء هو القصير. القصير؟ إيه إيه نعم، يعني هلا وين ما رحتي الترند هي القصير، يعني إنه على الترويقة قصير، على الغداء قصير، إذا معزومة على عرس قصير، حتى بالتخت أنت وجوزك، يعني أنا مش ضروري بعد شيء لك شيء فيك تضلي بالقصير، إيه يعني مثل ما بتقول الغنية قصير قبل النوم وقصير بعد النوم. وقاصر كل دقيقة ودقة يا موسيقى وقاصر. حلو. ست صوفيا خبرينا، هل هيدي موضة أوروبية؟ هي كانت بالزمانات أيام السبعينات أوروبية، بس هلا لا، أوروبية أمريكانية، حتى معظم الدول العربية المتشددة ركزوا على متشددة مع القصير. برضو منك ست صوفيا، يعني بدك تقنعينا ان الدول العربية المتشددة مع القصير؟ ايه نعم عن جد صدقي كل، يعني هلا في نسبة صغيرة مش مع القصير، بس انه هالنسبة ما بينعتب عليها، يعني انه انا عامل المستحيل ما بيعجبهم شيء. طيب صوفيا خبرينا شو اللي بيميز القصير عن غير انواع من الموضة؟ هلا الموضة اللي دارجة هلا تخيلي انها كتير كتير ايزي، تلبسي قصير بقى ما تعملي ابيلاسيون. قد ما كان طوال ما في مشكلة، يعني بينبسط العالم فيك، انت بس لبسي قصير وانزلي تمشي على الطريق وشوفي شو بصير. ست صوفيا شو بصير؟ شو بدي اقول لك شو بصير؟ اول شيء بيلحقوك كل الشباب، ثانيا كلهم بخافوا عليك، هيك بنبق لك بادي جاردز، بكون ما عندك حدا بصير بشي حد كذا بادي جارد. شو عم تحكي؟ ثالثا كله بيلقح تحت اجريك وبموت عليك. كل هيدا بسبب القصير؟ وما فيك تعرفي لوين معقول توصلي، كمان بتوصل لمراكز كتير، فيك تصيري نايب، وزير، رئيس، يعني عن جد عن جد منيح اللي رجع القصير اخذ حقه. عن جد يعني شو هالخبريات هيدي؟ شو يعني اخذ حقه؟ يعني من السبعينات ما عدنا شفنا هيك شافات، عرفتي كيف؟ لا بدك تخبرينا لان ما عرفت كيف. يعني واخيرا رجع القصير يقوم الشباب بمجرد انك تفتحي سيرته بس. يعني ست صوفيا فعلا فاجأتينا بهالحلقه، بس مش شايفين حضرتك لابسه قصير. يي شو بكي؟ ما هلا اتصلت فيك انا قبل ما اجي، شو سالتك شو لابسه؟ شو قلتي لي؟ قصير؟ قصير. ايه شو يعني؟ معقوله نحن بقصير واحد مش مخزين؟ بدك نكون اثنين قصير بيقرب البلد. عزو حبيبي مان، كيفك؟ حبيبي التميم، اشتقنا لك مان. مان راح انفلج، صرنا 2012 وعم يفتح انترنت، ليه قولك؟ ما في ارسال هون وشي ولا لا؟ شو بعرفني بالتكنولوجيا انا، بس سمعت على فكره انه بدهم ينزلوا جيل رابع 4G للانترنت. والله مين قال لك؟ كل العالم عم تحكي فيها، شو ما سمعت؟ بفتكر انا انه الجيل الثالث كان كثير بخفت، انه يربوا الجيل الثالث ليجيبوا الجيل الرابع، لانه كثير صوت بوجهه لوزير الاتصالات، عم بصير معي مشاكل نفسيه معه. لا ولا بلا بلا جيل عاطل، معك حق. الله يلعن هالجيل. ما شو بعرفني يا زلمه، ليك كل جيل عم بغني على ليلى. اي جيل انت تميم؟
انا شو بعرفنا؟ انا بقول لك اي جيل انت، انت اخر جيل يلعن. والله ما يجوز اللي بيحصل في لبنان. شنو؟ ويش في خير؟ شنو احمد خاربها؟ خاربها على الاخر. والله احمد ولع لبنان. ها ولعها. ما معي خبر؟ ويش سوى احمد؟ شلون ما معك خبر؟ على اساس تعرف كل الاخبار اول بي اول. ايه بس ما دريت ويش سوى احمد. يا عبي شوم عليه، يا عبي شوم عليه، شلون بيساوي هيك احمد؟ شلون؟ والله الشعب اللبناني كله عثبان على احمد. ها خير يا اخي؟ ويش سوى؟ عمل حق عطله بحق اللبنانيين؟ مو بس لبنان انصدم، مو بس لبنان انصدم، العالم العربي كلياته انصدم من احمد. يا اخوان طب خبروني ويش سوى احمد؟ طلق هيفه. شفت ملا عمله شهد؟ احمد طلق هيفه؟ طلقها. لا 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 لا، طاحت على الاخر. عشان الحق عليها، كان لازم تتعرف على اكثر من شاب قبل ما تتزوج، تعرفت عليه الحب الاولاني وتتزوج. ضيعانه هيفه. ها اخ ضيعانه احمد. احمد بخط العريض ما دبري هيفه. شو رايك بوزير الداخليه؟ الو ايه سيدنا؟ سيدنا تعتل شم، تعتل شم اصحاب المطاعم قرطة كذابين سيدنا. ايه مثل ما عم بقول لك قرطة كذابين على الاخر. المطاعم مليانه سواح وعالم ومبسوطين قد الدنيا. سيدنا ما حدش عم يسترجي يولع سيجاره او يأرجل ارجيله. مبسوطين قد الدنيا مثل ما عم بقول لك. سيدنا حدا بيصير له يشم هوا نظيف بيقول لا؟ تعتل شم سيدنا، يلا الله معك. يلا شباب شموا لعلكم، شموا ايه هاي انفخ نفخ خاهي. بوسنا بوبو. بلا غنش بوسيني انت بوبو. ثلاث نقط. لا انت بوبو. لول لا لا انت انت بوبو. طيب اوكي بس لا تعرف قديش انا بحبك. موه 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 ثلاث شفاف. اخ هيدا قلب وبدي اياها مع عبوطة. وهي اكبر عبوطة على الواتس اب. ثلاث نقط. خلص 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 مش قادره هالقد. خلص بليز. علامة استفهام. ليش خلص؟ بليز خلص ما بدي احبل بليز. شو صار لهيدي ساند؟ رودي رودي رودي. هي لوين رايح؟ أهلاً خفيف كيفك أنت؟ ماشي الحال حبيب قلبي؟ كيف الصحة؟ كيف الصحة؟ تمام. شو شاركت بالماراثون؟ لا والله هيك شوي مستعجل. أنت شاركت؟ لا أنا شاركت برجال سردين. ما فهمت. ماراثون رجال سردين. إيه مهضوم كثير. الله يخليك حبيب قلبي. حبيتك المرة الماضية كيف قلدتهم للسياسية. مين حبيت أكثر شيء؟ حبيتها آخر مرة حضرناها. اخر حلقه يعني اللي قطعت؟ لا اخر خاتم. اخر حلقه لا اخر خاتم. حبيتك كيف قلدته لهالعالم. حلو مهضوم. مين اللي اكثر شيء؟ قلو للمخرج انا ايه؟ بقلد كمان مش بس بركب على الكلام. قلو اذا بده اكتب معكم بقرب التنحل. بتقلد خفيف عن جد؟ مش مصاري. ايه مين بتقلد؟ وليد جنبلاط بتعرف تقلده؟ لا جربت قلد جان باركي. ما فهمت كيف جان بلاط. لا جلان باركي. بلاط باركي. خفيف. لا والله عن جد. هلا عن جد مين بتقلد؟ دكتور جعجع مثلا بتقلده؟ ما جربت قلد دكتور شبع.
دكتور جاع جاع، لا دكتور شبع شبع. هل عنه بلعب على الكلام سريع بالكلام. أنا مستعجل. اسمع النكتة قبل ما تفل بشرفك، اسمع النكتة كتير قوي. اسمع وأجمل نكتة. مرة في واحد رايح على البيت، قال لمرته، قال ميل على السوبر ماركت بجيب لك معي شيء بفرد مرة. ايه. شو قلت له؟ قلت له لا جيب لي رشاش مرتين فرد مرة. لا رشاش مرتين، رشاش مرتين فرد مرة. قل له بس بدكم بكتب معكم، بديش ولا لير. رودي رودي قوم حياتي قوم. رد على التليفون. الو؟ ايه نعم، معالي وزير الداخلية مشغول. اشو؟ ايه 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 معالي الوزير علقت بصيدة. انا جاي فورا، حضروا ركوة القهوة. ألو معالي الوزير أبو ملحم بيقلكن هو جاي فورا، حضروا ركوة القهوة. شو رأيك بوزير الداخلية؟ دخيلك دكتور جنيد، بقى فيه كلاوية. دخيلك ساعدني الكلاوي وحتقتلني. مش استاذ طارق مش جيت لعندي الاسبوع الماضي؟ بلا. شو صار؟ ولك ما جيت لعندك الاسبوع الماضي وقلت لك كلاوية عم توجعني، قلت لي شرب مي قد ما اخ قلت لي شرب مي قد ما فيك مشان تغسل الكلاوي. شربت مي، عقيت مي بكثافة حكيم، بقى فيه موجوع، بعدني موجوع. ما فيك توصف لي شي دواء مع المي يعني؟ بلا تكرم عينك، شوف كانوا عندي منه لهيدا. اخ بطل عندي شيء من هون. سانتانا سانتانا كم كم. يس مستر. يو جو وذ مستر. اوكي. يو جو بتغسلوا الكلاوي تبعه. اوكي اوكي. بتروحي بتغسلوا الكلاوي تبعه. اوكي يلا. دكتور جنيد بك شيء انت؟ بك شيء بعقلك؟ معقولي راسك شو محشيش؟ معقولي فلبينيه بدها تغسل لي كلاويه؟ استاذ طارق انت سيدي الفهمانين، الفلبينية بكتير احسن من الادويه الموجوده بالسوق، لكن الادويه فاسده. الفلبينية بتعكل لك كلويك بلا كلفة إضافية. بس أدي عندك هاو ماتش إقامة عندك بلبنان؟ تو مانثس مستر. مش خلصة مدتها كيف ما كان؟ تو مانثس. منيح بتروحي جو وذ هيم عكيلو أند سي ذا بروستات أند بوسير. سي بروستات أند بوسير بس عكيلو يوم مزبوط. أوكي أوكي بروست إكسترا يعني؟ بالبوسير ما بفتكر إكسترا، إكسترا إلا مش إلك. إيه لأنه أنا بحب دايما لما أعمل مساج بعمل إكس. يلا وين يلا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. يلا كله ايه تنبسط معها كتير، احلى احلى من الادويه الموجوده بالسوق. كله فاسد. خلينا بلش تروق من هلا اساسا. الله يرحمك. الو ايه احمد حبيبي، بعرف بس انا هلا مش قادر اتجوز احمد، لازم اقدم استقالتي من الشغل على القليله. بعرف بعرف احمد انك طلقت هيفك المالي. بعرف ايه ايه عصبي. بكره سوسو بدها تعمل اذا طلعنا بالصحافه سوا، انه اكيد بدها تغال مني انه انا احلى منها بكتير. ايه ايه بعدين لبسي احلى، صوتي كيف اذا غنيت ماشي بكسحها. ايه بدك تطول بالك علي احمد بليز بليز، جمعتين بكون حاضره للزيجه، هلا مشغوله. واذا دقيت لي وما رديت عليك بليز ما تعصب. اوكي اوكي حبيبي باي سي يو. فلاح هاي فوزيه. هاي فلوحه. كيفك؟ منيحه كثير فوزيه. هيدا احمد يعني جوزها لهيفا؟ لا مش جوزها، طلقها. هي بعرف انه طلقها. طلقها كرمالك؟ ايه وليه متعذبة؟ اكيد بده يطلقها كرمالي. ليه احمد بده يطلق هيفا كرمال فوزية؟ لانه احلى واسهل منها مثلا، لانه بده يتصوت. فوزية انت اشهر من هيفا منيح. اكيد اسهل من هيفا يا حبيبتي. ايه وقتها كانت هيفا مسهولة، ما كنت تدوري كل التلفزيونات كل العالم يقلدوها؟ بلا. ايه دوري هلا التلفزيونات كلهم عم بيقلدوا فوزية. مظبوط؟ لا عن جد مظبوط 100%. ف
فوزية؟ مش نحن رفقة كتير يعني وقلنا زمان شو رأيك تمضي الأوتوغراف ولو؟ ايه بمضي لك وتعي نتصور كمان وقولي لهم هيدا تحت ايه تكلمي Love you love you darling I want you يعطيكم العافية يا شباب ويا صبايا الله يعافيك انا عقدة المؤتمر الصحافي بكل صراحة حتى للكل الكل 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 بدون اي استثناء يعرفوا انه هيدي قصة الادوية المزورة والفاسدة والمخشوشة هيدي حسب الله له يد فيها مش يعني الله دائما بحاول دائما عشان جلالة تخلص حسب الله ما هي المشكلة بالضبط لك يا حبيب لك اكيد حسب الله شو عم بمزح معكم عشو هالفلطة كلها سوا يا شباب بدي اسأل سؤال منطقي تفضل مين داير هالحكومة؟ حزب الله انتو جاوبتو بس شو عنده مصلحة يعني حزب الله يعمل هيك شغلة رخيصة مزبوط اكيد عنده مصلحة يا مادموزيل اكيد عنده مصلحة لك من بعد ما انا الدكتور جعجع كشفت كل ألاعيبه كل ألاعيبه بالاغتيال غير الحزب التكتيك تبعه صار عم بيعتمد أساليب جديدة للاغتيال مثل الأدوية المزورة بلا دحر الأدوية المزورة يعني هلا تركوا كل شيء وحطوا الأدوية المزورة ولك إيه الأدوية المزورة بس أنا بحب وجه كلامي للسيد حسن نصر الله شخصيا تفضل وقل له أنا صحتي بومبا يا سيد صح وما بحياتي عزت دواء فهيدي الاساليب اكيد فاشله دكتور جعجع لنفترض انه بيوم من الايام وجعك راسك واضطريت تاخد دواء شو بتعمل شو بتعمل كثير سخيف سؤالك يا مادموزيل يا حبيبتي لمعلوماتك انا من اول ما خلقت لهلا ما بحياتي وجعني راسي شو رأيك بوزير الداخلية؟ أوقات بيسطل قرب تنحل كلمتك مدى الحياة جناب سمعت والله خبرية يا زلمة شو هالأدوية المزورة والفاسدة كيف طاحشة السوق كله سوا سمعت بس بالخبرية ما أكلنا ضرب بالأدوية الفاسدة نحن عن جد عم تحكي خبرني شو صار معك خد دواء للمعدة خيي طلع فاسد معلى الضغط معي أوف شو عملت رحت جبت دواء للضغط طلع فاسد زبطت معدتي صح هالحكي هذا طب وكيف رجع وقت الضغط معك ضلينا نجرب لحد ما اخذ دواء فاسد للبواسير دواء فاسد للبواسير بيعدل الضغط عدل الضغط هلا الحمد لله ماشي على دواء البواسير ضغطي صار منيح يا لطيف بتصدق على خبريتك علي السكري معي السكري معي شيء هون معي هدي خذ هيدا دواء فاسد للملوحات شو هذا بيظبط السكري هات لهون بس خايف يصير معي بروستات لا بروستات بيصير معك اذا اخذ دواء فاسد للدينه الالتهاب الديني دواء فاسد بيعمل لك بروستات وبيعطش معك من تحت من وين معك كل المعلومات انت مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مشهور كتير بجرأته وصراحته وعفويته ضيفي لليلة سياسي ولكن ما بيخلق ابدا الامر من هضمنته وخفة دمه ومثل ما أنا بعرف كتير من البرامج الكوميدية استدعته لحتى يكتب لهم أو حتى يمثل معهم بالبروغرام أنا متأكدة أنه كلكم عرفتوا عن مين عم بحكي أهلا وسهلا فيك ومساء الخير رئيس حزب التوحيد الأستاذ وئام وهاب مساء الخير بالبداية أهلا وسهلا فيك وبالبداية كمان بدي أقول لك تستحيش شو بيطلع براسك أسئلة سألية أكيد على كل حال أنتوا جماعة الجديد وقربة تنحل بدوش مين ينبهكم فتحينا على الآخر فضل اسألي البدي كي تستحيش أشبهها هي دخلك زعجتني من أول فضلي معلش أستاذ وئام بالبداية السؤال بديهي لحضرتك سوريا إلى أين؟ سوريا إلى أين؟ خارج هالسؤال تسألي لوليد بايك ما هو بيقول إلى أين؟ ما أنا بقلت كمان مش بس مهضوم قرأت مقدمة طويلة عريضة عن هضامتي أشبك نسيتي دخلي؟ لا لكن رح جاوبك من الآخر وقلك تفضل وقلك على كل حال أنا هذا سرقه
الجواب من الرئيس السنيورة، وبدي أقول لك وقول الرئيس بشار الأسد باقن باقن باقن. ايه بس استاذ وئام، شو اللي مخليك هالقد مأكد انه النظام باقن باقن باقن؟ تقبريني حضرتك انثى او ذكر؟ استاذ وئام انثى. عقد ما انت مأكد انك انثى، عقد ما انا مأكد انه الرئيس بشار باقن. وعلى كل حال بدي اقولها جميعا ب 14 اذار استطرادا، يعني توفر عليك اسئله وسائلي، بدي اقولها جميعا ب 14 اذار هودي الصيصان انه ينفخوش كثير بريشهم ويرهنوش كثير على سقوط نظام بشار الاسد، وتكبرش الخس براسهم لانه رايحين على الهاوي مثل ماني شايفك وشايفتيني تقبريني. شبهها هي دخلك هيك زعجتني من اول المقابله. حسيت عليك في شيء مضايقك اجرك او شيء؟ لا ماشي، هيدي هيك المحكمه الدوليه. استاذ وئام نحن على الهوا، ما شو محكمه دوليه؟ شو خص اجرك بالمحكمه الدوليه؟ لك ما صور ماي، لك ما هي صور مايتي، ما المحكمه الدوليه وصور مايتي سوا. استاذ وبرنامجك وكل الكاميرامانيه والصوت والمخرج كلكم تطلعوش بالفهم قد نعلت صباطي. تفضلي من غير ما تقولي اذا بتريدي. طب طفي الكاميرايات خلص، يعني ما بيصير هيك، عن جد مش مقبول. بونجور مدام، كيفك؟ هلا بونجور. لك شو يا عمي محلوي، كل سنه بتحلوي عن سنه. بتعرفني؟ تذكرتيني؟ لا وجهك مش غريب علي، بس انا تبع كروت المعيد اللي بيجي كل سنه كرمال الجمعيه الخيريه. تذكرتك، بس هالمره ما دقيت، انتو عاتم بتدقوا يعني مش دقيت بس انت ما رديتي. وين كنتي مشغوله يا محتالي؟ اعطينا 20 دولار بصراحه ما كثير. ما تقولي انه ما معك مصاري، ولادك باحلى مدارس، جوزك موظف وبيك مسؤول بالدوله. يلا اعطينا 20 دولار معك حق، بس هلا ما تقولي انه ما معك كاش. هلا عبر الايفون صار فيك تسحبي بدون اي كلفه اضافيه. اعطينا 20 دولار كمان معك حق مسيو. بس مريضه ايه؟ هلا بعدني جاي من عند حكيمك قال لي ما بك شيء، اعطينا 20 دولار مسيو حبيبي. مش هي القصه، سدي بوزك سدي لبوزك. اعطينا 20 دولار احمد مسح فيك الارض. يلا ما بدك تدفعي عمرك ما تدفعي. هلا بعد 5 دقايق جاي صاحبك رح واقف على الباب هون، رح انطره رح اقول له انه صاحبتك كثير بخيله ما عم تدفع 20 دولار كمان جمعيه. طيب بتسد بوزك انت ب 50 دولار وبتحل عني بتفل؟ اعطيني 100 لانه هلا ضيعتي لي كثير وقت. اعطيني 100 ريحه ستيك لفين العروس ستيك. يلا هلا بعدني جاي من عند حكيمك وقال لك انه ما بنك شيء. يلا اعطيني 20 دولار بليز. يلا بنت دلع دي يلا. ليك مشكلتك عادةً يا خربطت انت غلبطت هالمره، انا ما لخبطت. يلا تعال عيد. يلا ما تقولي انه ما معك مصاري، جوزك باحلى مدرسه، بيك يا ولد. سوري عجقة الصبح وعشية. ما فيك تشتري مازوت، نسقعة لو رح بتموت، لا حاطب لا دفايات، ما إلنا غير الفرشات، عايشين بدولة مافيات، نصب وسرقة يا خي. لا للخير ما في خير ولا شي عم يبسطني، كهربا بتيجينا شوي، بالحنفية ما في موي، عشق الصبح وعشية. مدرسي صوتا طنار، معاشي بلحظة طار، وديوناتي عم بتزيد، نشف دمي والواريد، والمسؤول يلي بريد اهبل انا يا خي. عشق الصبح وعشية.
في شي بيبسط يا خي نهائي.